حال الهارب النهاردة أصعب من امبارح بكتير. الهارب بيتخبط في كل حاجة، مش راسح على حاجة. يا جماعة، هو احنا قلنا ان هو بدأ يدخل في الصحوة؟ طب ما الصحوة دي هي التخبط اللي هو فيه ده. الصحوة مش معناها ان هو تشافى، الصحوة معناها ان هو ها يبدأ يدخل في أول خطوات التشافي، وأول الخطوات دي بتكون أصعب الخطوات. أصعب الخطوات هي الدخلة الأولانية دي. الهارب واقف على باب الصحوة ومش عارف يدخل. كل ما يجي يدخل يلاقي في حاجة زقته برة تاني، كل ما يجي يبدأ يلاقي في حاجة طلعته برة تاني. الحاجة دي بتكون ايه؟ هقول لكم أنا بتكون ايه. مرة بيكون الإيجو بتاعه، مرة بيكون غروره، مرة حبه لنفسه، مرة اللي هو إيه ده لا 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 أنا ما أنا تمام، هو أصلا في إيه يعني، وأنا أنا اللي هطرده ولا إيه. ومرة الطرف التالت بيشده، ومرة الطرف التالت بيضغط عليه، ومرة ربنا مسلط عليه دماغه عمال يفكر فيها يمين شمال، وقلقان جدا يعمل كده او ياخد خطوة كده. دي طاقة عامة ومش قراءة خاصة، طاقة الهارب في العموم. طبعا في هاربين هقول مثلا ان هما هيقدروا يدخلوا في مرحلة الصحوة دي وهيقدروا يقفوا على بابها وهيدخلوا فيها فعلا مع السنة الجديدة، بس في هاربين لسه مش هيقدروا، مش هيقدر يدخل لسه الصحوة دي، مش عارف يدخلها اصلا. حاسس انه هو طبعا هو مش داخل الصحوة وبيقول انا داخل الصحوة يعني، لا طبعا، انا قصدي انه هو في هاربين مستسهلين طريق المطارد، ان هو انا ليه امشي من الطريق الصعب لما السهل قدامي. فلسه بيجربوا في حتة السهل دي، لسه بيجربوا مع المطارد، عمال بيجرب معاه كذا طريقة، كذا وسيلة، كذا استفزاز، كذا ان هو يحاول يجر رجله. طب تخاطر جنسي، طب تخاطر عادي، طب اجذبه ازاي، طب اروح له مكان شغله، طب اروشه، طب تشقلب له كده يعني. فلسه الهاربين ايه بيحاولوا يجربوا طريقة زمان. بس كمان خلينا نقول ان الهارب اصلا بطيء جدا، بطيء قوي، فهو على ما بيفكر وعلى ما بياخد قرار همشي يمين ولا همشي شمال بيبقى حاجة شلل يعني. هو انت ممكن يقعد شهر يفكر اصلا يستفزك ازاي مثلا، ومكسل بقى يقوم يستفزك من على الكنبة. زي ما قلت لكم بقى، هو بيبقى قاعد بردان، يشرب حاجة دافية، ومكتئب في نفسه. هو اصلا بيحب الجو الاكتئاب ده يعني، تحس ان هو اصلا حياته كلها كانت كده، فهو متعود على كده. اللي ما كانش متعود عليه هو الفرحة اللي هو شافها مع المطارد، الحب اللي شافه مع المطارد، الإحساس اللي حسه مع المطارد. ده اللي ما كانش متعود عليه، ده اللي عرفه ان في دنيا حلوة ممكن تتعيش، ان في حياة برا الحتة اللي هو زنق نفسه فيها الكئيبة دي ممكن تتعيش. فالمطارد عرفه السكة ومشي وسابه. المطارد ادى للهارب امل في الحياة، ده اللي المطارد مش عارفه، وده اللي الهارب ما قالوش للمطارد قوي، او في هاربين قالوه بصراحة. فالامل اللي في الحياة ده يعني، بدل ما الهارب يمسك فيه بايده واسنانه، هرب، خاف. ما واحد متعود على النكد والاكتئاب وكده، يلاقي فرحة وحب غير مسرود بقى وحاجة كده ايه حلوة قوي، فتخض يعني. هو هرب برضو، قالك اكيد في ايه، في حاجة غلط. فهو قلق، قالك ما فيش حاجة اسمها كده في الدنيا، لا اكيد لا. ففضل يعذب في المطارد ويشك فيه، يشك في العلاقة، ويشك في حبه، يشك في حبه ليه كمان، كل حاجة. بقى قاعد بيهرب ويكلم نفسه، يهرب ويكلم نفسه، ويحاول يقنع نفسه انه لا عادي، ده مش حب، ده عادي، ده علاقة عابرة زي علاقاته. عنده علاقات هو كتير،
هو مش معنى ان هو مكتئب وقاعد وكده ده ان هو ما عندوش علاقات وان هو بيخرجش بقى، ان هو لا هو بيتوتي يعني، 90% بيتوتي، بس عنده علاقات والناس بتحبه وحاجات كده، فهو تمام يعني بني ادم عادي. ولما عرف المطارد العلاقات بقى المتعددة دي قلت او اصلا وقفت خالص، مش عارف قوي يدخل في علاقات، مش عارف يعني يتسلى، مش عارف يعمل ده، على الرغم من ان الهارب ممكن يكون الطرف الثالث في حياته زوجة، بس عمر ما علاقته بزوجته وقفته عن العلاقات دي، بس علاقته بالمطارد وقفته بقى عن العلاقات دي فعلا، وقفته يعني ما بقاش قادر لا يدخل في علاقة كده ولا يهس كده في الحاجات دي، ما فيش الكلام ده، مع انه ما جوزش المطارد، بس المطارد حاجة كده تانية، حاجة مختلفة، حاجة ما ينفعش يتعامل لا بعدها كده ولا معاها كده، ما ينفعش. مهما قال، مهما انكر العلاقة، مهما حسس المطارد ان هو عادي في حياته وتمام، مهما علم من الطرف التالت، برضو الهارب المطارد ده عنده في حتة تانية خالص، حتة تانية حتى هو نفسه مش عارفها، حتة تانية هو نفسه ما اختارش ان هو يحط المطارد فيها، لا مش حتة تانية انه الهارب ده بقى مثالي جدا وفظيع، لا هو ما اختارش، مش بايده يعني، هو من اول ما عارف المطارد، المطارد ده اتحط في مكانه كده، الهارب نفسه مش عارف ليه، فاهم؟ مش عارف يحطها في حتة تانية تاني، لا حتة عالية عنده قوي، حتة كده مش زي اي حد في حياته كده، بس برضو هو لسه بيعاند ويقول لك لا وبتاع وعادي، وهو يعني بيتنك عليا وانا بقى هجري وراه وكده، هو برضو بياخدها من حتة الكرامة، وايه يعني شوية يفتكر المطارد حاجات حلوة وشوية يرجع كده. عشان كده بقول لكم فيها هاربين كتير واقفين على باب الصحوة، وايه مذبذبين كده اللي هو ادخل ولا ما ادخلش. طبعا ده تشبيه يعني للموضوع، بس هو مش واقف على باب الصحوة ولا هو عارف ان هو داخل صحوة، هو بس ايه يعني كل ما دماغه تبقى خلاص هتبقى بتفكر صح وهيفوق لنفسه فعلا، يعني هيفوق لنفسه يعني هيفوق لتوأمه، فهو لو فاق لنفسه وعرف ان هو حياته كده متدمرة وان هو محتاج يقوم بقى يبدأ سنة جديدة ويعمل حياة مختلفة، يصلح كل اللي فات، يعني يتعلم بقى دروسه صح ويمشي صح، يحتار عدوه فيه يعني، ويحاول يعرف يقيم الناس اللي حواليه، ويدي كل واحد حجمه، منهم الطرف الثالث محتاج ان هو محتاج الهارب ان هو يقوى، يقوى شوية، وايه لو هو راجل يسترجل معلش، ولو هو ست فهي برضو تحترم انوثتها، وبرضو ما ترضاش بالذل ولا بالإهانة إلا لو كانت في ظروف مختلفة، ظروف المجتمع بتاعنا بيجبرنا إن إحنا نكمل. طبعا لو كانت ست يا جماعة عندها أولاد أو كده الوضع بيختلف تماما، إحنا في مجتمع شرقي، إحنا ديننا بيقول حاجات ده ما يغيرش خالص، يعني كلام عن الهارب لو كانت هاربة فهي مضطرة إنها تبقى في حتة تانية، تتصرف تصرفات معينة، وبصراحة ما حدش يقدر يلوم عليها لو هاربة وعندها بيت وأولاد وبتحافظ عليه، غير لما يبقى هارب عنده بيت وأولاد لازم يحافظ عليه برضو لو عنده، بس في نفس الوقت لو البيت ده اوريدي مهدوم أو بيهد حياته ومش موجود يعني كأنه صورة بس، فأكيد محتاج يعيد حساباته الهارب، محتاج يحسبها صح، محتاج يعرف ازاي يحافظ على حبه وحياته ويحافظ على روحه اللي هي المطارد، وفي نفس الوقت ما يظلمش حد تاني معاه. الحتة دي محتاجة زي ما قلت لو الهارب يبقى محتاجة رجولة،
ومحتاجة عقل ومحتاجة دماغ ومحتاجة حد يكون ناضج ومتعلم دروسه وعارف ازاي يحب نفسه ويحب توأمه ويحب الحياة ويرفض ان هو يعيش حياة هو كارهها لأي أسباب مادية، لأي أسباب خوف، لأي أسباب ممكن تخليه يعيش أتعس واحد في العالم هو وتوأمه. سعادته مش هيبنيها على حد، مش هيبنيها على حساب حد، لأنه ما ينفعش حد يبني سعادته على حساب حد، وده مش شيء مقبول خالص. علاقة توأم الشعلة دي علاقة نقية جدا، علاقة نظيفة جدا، علاقة روحانية، علاقة بتخلي الشخص اللي فيها يبقى أحسن ويخلي حياة اللي حواليه أحسن، ينشر النور لي ولتوأمه ولكل اللي حواليه. العلاقة دي ما بتهدمش بيوت يا جماعة، ما بتشرطش أطفال، لأ خالص. في حلول كتير قوي، في حلول كتير قوي يقدر الهارب إن هو يلاقيها أحسن ما يهرب. المطارد دماغه كبيرة قوي، المطارد دماغه حلوة قوي، المطارد مش شرير ولا هيأذي حد علشان هو يعيش. المطارد استحالة يبني سعادته على حساب أي حد. فالمطارد عنده استعداد دايما ومرن جدا في أنه يقعد ويتكلم مع الهارب ويحل كل المشاكل، ده لو كان الهارب أصلا عايز يحل، عايز يلاقي حل، عايز يوصل لحل بدل ما يهرب ويرجع، يبقى عايز ياخد طاقة المطارد أو ياخد الحلو من حياته ويهرب تاني. فلو الهارب عايز المطارد بجد هيبان بعد ما يتشافى، بعد ما يعدي بالصحوة هيبان، بس لازم يحس إنه خسره، لازم الهارب يحس بخسارة المطارد علشان يعرف يعوضه تاني. طول ما هو بيرجع له كده عادي من غير اي حاجة، مش محتاج يتعب اي حاجة، طريقة الرجوع رخيصة قوي وسهلة قوي، حتى ما بيبذلش فيها مجهود، مش هيعمل حاجة. لكن لو حس ان هو بيخسر حب عمره، بيخسر حياته، بيخسر روحه، اكيد 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 هيحاول يعمل اي حاجة علشان يرجعها تاني ليه. احنا بني ادمين، ما هو الهارب ده ما هوش كائن فضائي، هو بني ادم برضو. فاكيد لما يحس بخسارة اهم حاجة عنده في الدنيا، اول حاجة هيكتشف انها اهم حاجة عنده في الدنيا، فهيدرك ده، واكيد اكيد هيحاول يرجعها بكل الطرق.